مثل وقصة المثل وين ما تقولها مثل ما اعرف قام يرجف مثل ما اعرف شبيه قام يرجف شنو هو يا هو هذا اي هو ما ادري تمام شنو هو مثل ما اعرف انا يوه نفسه تشرب العضك كتنا هو قال هو قال شلونك دخل ما اعرف تفتر علي انت مثل ما يسوق مرضعة سوق العصا ما ينفع حلو شنو قصة هذا المثل قصة هذا المثل انه كل ما تنصح الشخص ما يجي وياك تجي تقول له هذا المثل يا بل ما يسوق مرضعة سوق العصا ما ينفع ما تقولها والله تخاطب لا ما خاطب متزوج لا ناوي تحب ان شاء الله اذا لقينا بنت الحلال اذا لقينا بنت الحلال ان شاء الله كل البنات ما لقيت هذا هسه كلهم بنات حلال بس اذا ان شاء الله لقينا بنت الحلال ان شاء الله شو عمرك انا عمري 26 سنه يعني 26 انت كان عمرك 20 صادقت 4 وصلت 24 صادقت 8 كوستر مو قرب طياره شو قلت تزوج الله وكيلك بعد بعد ما زوج قافل على الزواج زين نفتح تليفونك عادي قدام الكاميرا نطب على كل مواقع التواصل الاجتماعي مالتك مصيبه هاي اذا فتحت التليفون مو تقول ما لقيت بنت الحلال شو قلت تلقيها عادي مو مشكله نفتح بس ها يعني مو كل شيء كل شيء لا مو كل شيء انا فتحت لك اياه اعطيني اياه شو اسمك حنين فتح التليفون قلبي بي انت عادي قلبي بعد التليفون